النور بارد فيك ألف بيان. يلا هو ملح الجلسة صح ولا لا؟ نعم صحيح. وأحد معي سبحة وملح الجلسة هذا ما يضبط يومنا ويحلى يومنا ليكون موجود. نعم. لأن الجلسة لو صار فيها هدوء يكون فيها إيش؟ ريالتي بحضوره. فاحنا بنرحب بالشخصية الجميلة جدا اللي جلساتنا بدونه ولا شيء ومعه مرافقينا. ارحب سلطان آل سعد. مرحبا. ارجع سكسوكاتك لا تجي ارجع. اول شيء استريح يا ابو ركان. اول شيء مرحبا بك الله يحييك و السلام عليكم. مسيتوا بالخير؟ شلونكم؟ الله يعطيك العافيه اخوي بداح. الله يعافيك. بداح شغل جميل، استقبال جميل. نزل رجلك اجلس. كيفكم شباب؟ شيل المخده. كيف اصبحتوا؟ انتم بخير؟ صفقوا عني كويس صفقوا. خلاص تفضل كلمتك لهم يا شيخ. الله يعطيكم العافيه. دلع تطلع كذا بالشكل جنتل واخر شيء كذا رايح للبر وانت تلبس قبوعك. عندي قبوع. يلا روح ورا الكنبه. الله يعطيكم العافيه وصفقه لاخونا بداح. الله يبيض وجهه. طاهر اليوم كلك حلو بني. اليوم طاهر يستاهل يجيبوا له بيتزا. احد عنده شيء يبغى يقول شيء؟ أكيد شاعر ولا تقول قصيدة؟ تبي قصيدة بس بيت واحد. أبشر بسعادة. يلا عليت. شتو الأمير متواضع يقول سلام الله سلاما يخص السلاطين. سلام الله سلاما يخص السلاطين. إين سلام اللي بتر سلام اللي بن تركي زبونة مجنة. أبشر بعزك. الله يطول عمرك. عطه رنجين. واحد الليل واحد النهار. الله يجر خلها ابيض اللي في النهار واللي الليل اسود. خلصت؟ خلصت الله يعطيك العافيه. شو؟ ارفع يدك عبد العزيز. ارفع يدك. اي لايك حبيت الدخول. شو يقول؟ نو تاتش مي.